لكم باللي في بلادنا وفي نهار واحد تقدروا تعيشوا السياحة الدينية والبيئية. داكشي علاش اليوم جبتكم تستمتعوا ليا بالطبيعة الخلابة ديال جبل زرهون وانتم كتكتشفوا في أول مدينة إسلامية تأسست في المغرب. مرحبا بكم في مدينة مولاي إدريس زرهون. وصلوا لمولاي إدريس زرهون قبل ما تنزلوا تساراو في وسط المدينه كنصحكم انكم تسولوا على لا تيغاس باش تشوفوا هذه الاطلاله البانوراميه الرائعه على المدينه على السهول الخضراء اللي دايره بها. هذيك القبه الخضراء اللي كتشوفوا تماك هو ضريح ديال مولاي إدريس الاكبر مؤسس المدينه اللي اسسها عام 788 ميلاديه. الى شفتوا الموقع غزال جات على ارتفاع 550 من مستوى سطح البحر. نخليكم تستمتعوا بهذا المنظر البانورامي من بعد غادي ننزلوا نكتشفوا المدينه. مولاي إدريس زرهون الزياره مفتوحه كل نهار كتبقى حتى المراسله ديال العشاء. ملي تخرجوا من الضريح عندكم واحد الساحه كبيره كيسوقوا فيها كل ما هو تقليدي. انا جبتكم تقداو. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير لاباس؟ لاباس بخير. انا بعدا ما يمكنش نجي لمولاي إدريس زرهون وما نديش معايا الباروك. مرحبا بك. عطيني بعدا الحلوه. الحلوه ديال مولاي إدريس موجوده. بسم الله بعدا. شكرا الله يعطيك الخير. ها الراحه. عطيك الصحة بنينة. هاو الراحة. تعطيني من هادي ومن هادي شحال دايرة؟ كاينة هادي اللي بالألوان 15 وكاينة هادي اللي بالألوان 10. 10 غتعطيهم ليا بجوج. غتعطيني الشماع. وشماع عاوتاني كيتقداو من مولاي إدريس؟ تياخدو الحلوى تياخدو الماء الزهر الباط الورد. وعطيني ماء الزهر. ها الماء الزهر. ها دير شوية. بسم الله. صافي الماء. الله 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 الله. الماء الزهر. ومن الساحة كنصحكم طلعوا تساراو في وسط الدروبة ديال المدينة القديمة وردوا بالكم مع الصمعة الدائرية الوحيدة في شمال أفريقيا اللي كاينة هنا واللي هي صمعة مسجد السنتيسي. الله على الريحة ديال الكفتة ديالكم منين عاطية. الله بالصحة والراحة. الله يعطيكم الصحة. بالصحة والراحة تبارك الله عليك. دابا مولاي إدريس زرهون معروفين انتم كتقادوا كتفرعوا الكفته. انا دابا 68 عام وانا هنا في المهنه. تبارك الله. تنيرت والعمر ديالي تتكون في 82 عام. الله يعطيك الصحه. الحمد لله. ودابا شحال كتحسبوا هاد الشوايه ديال الكفته؟ هذيك كنحسبوا لها ب 60 درهم. ب 60 درهم شحال فيها تقريبا؟ نص كيلو. نص كيلو الله يعطيكم الصحه. ايوا قادوا لي شي شوايه تكون مبرعه. مرحبا. غادي نجلس تماك ديروا لي معها الزيتون باش معروفين انتم في مولاي إدريس زرهون. الله يعطيكم الصحه. مرحبا بلال يلاه بكل فرح. على الساحة الرئيسية اللي جات في قبيلة ضريح مولاي إدريس زرهون عندكم مطاعم عندكم قهاوي الاختصاص ديالهم هو الكفتة مشوية وغيرافقوها لكم حتى مع الزيتون باش مشهورة المنطقة. والأثمنة راه كتبدا غير من 25 درهم الواحد. بالنسبة للمبيت عندكم الاختيار ما بين دور الضيافة مأوي سياحية لليلة فيهم كتقام غير ابتداء من 200 درهم. وما تنسوش باللي حتى مدينة مكناس قريبة لكم تقدروا تمشيو تباتوا فيها. الله ينفعكم بزيارة ديال مولاي إدريس زرهون. إلا بغيتوا تكتشفوا وتعيشوا أجواء روحانية جميلة في وسط المدينة كنصحكم تجيو ليها في الوقيتة ديال الموسم ديالها اللي كيتنظم كل عام في الوقيتة ديال الصيف. ديك ساعات غتشوفوا عروض استعراضية ديال عيساوة. وباش تجيو المدينة ديال مولاي إدريس زرهون عندكم 65 كيلومتر تقريبا من مدينة فاس و25 كيلومتر من مدينة مكناس. ومن مكناس غتلقاو المركوب نيشان يا في الطوبيس يا في الطاكسيات كبار وغير ابتداء من 7 دراهم البلاصة. خليتكم على خير.